السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بالتحدي اللي تكلمت لكم عليه. واحد المتتبعة كتبت لي قالت لي بلي عندها تيكون عندها البنان وتيخسر ليها وما كتعرفش شنو دير بها. هذا النهار غادي نعطيكم فكره شنو تقدروا ديروا بالبنان اللي كيبقى لكم باش ما تضيعوش فيه وباش ما يخسر لكمش. غادي ناخذوا واحد جوج بنانات، ثلاثه ديال البيضات، كاس كبير ديال الحليب، شويه ديال السنيده، شي جوج معالق ديال السنيده، والدقيق الابيض الفرز. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نوضعوا فيه الحليب، نوضعوا فيه السكر. السكر كيف ما قلت لكم اختياري فقط، تقدوا تكتفيوا بالموز لان الموز راه حلو كيعطي واحد الحلاوه، ما نحتاجوش نضيفوا السكر. اللي عزيز عليه الحلاوه بحالي شويه زايده يقدر يزيد. انا زدت داك جوج معالق ديال سنيده، ونضيف هادوك جوج بنانات، ونضيف معلقه ديال الخماره حمراء او الخماره كيميائيه. منين تعطي المكونات كامله غادي نشعل الخلاط الكهربائي، نخلط هذاك الشيء مزيان ميكسير، ونبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على عجينه متماسكه ثقيله شويه اكثر من العجينه ديال ثقيله شويه على العجينه ديال الكريب. وغادي نسخن المقله ديالي، انا درتهم في هاد لاباراي نتاع الكريب، وغادي نبدا نطيب شويه بشويه ونقلبهم حتى يطيبوا وجه وظهر. راه تيجيو بنانين، تيجيو زوينين، والدراري كيحمقوا عليهم. المهم نستمر في العمليه حتى نطيب كاع هذاك لي بانكيك اللي عندي. وخليو لي في لي كومونتير اللي بغات شي فكره، اللي عندها شي حاجه بزايد او شي حاجه دغيا كتخسر لها وما بغاتش تضيع فيها تكتبها لي في لي كومونتير، وانا نعطيكم فكره شنو تقدروا ديروا بها. من بعد ملي طابوا لي بانكيك ها هما هادو، ومن بعد التقديم كيبقى اختياري، اما كتقدمهم بالشوكولا، يا اما العسل مع الفواكه، يا اما مع كلاص. وبالصحه والراحه.